برحب بحضراتكم مرة أخرى، وأنا أستكمل هذا اللقاء الطيب والممتع مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، وكنا نتحدث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، ومولانا أفاض علينا بالكثير من العلم في هذه المسألة التي تربك الناس وتحير الناس في من يتابع ويقرأ حول الناسخ والمنسوخ ويختلط عليهم الأمر. مولانا أشكرك على ما سبق، يعني فضل مولانا. الآية اللي قلناها قبل الفصل واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم بعدها في سورة النساء أيضا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يبقى واللاتي يأتين النساء، يبقى ده الشذوذ بتاع السيدات، واللذان يبقى هو الشذوذ بتاع الرجال اللذان. فإذن الحاجات دي لو قلنا بأنها اتنسخت يبقى القرآن خالي عن جريمة الشذوذ. صحيح، واخد بال سيادتك؟ ايوه تمام. ويبقى ما فيش، ما تعرضش لقضيه، وازاي ما كانش القران يتعرض ليها مثلا؟ ما انا كانت في عصور سابقه، وهتعمي علينا تلك الاحكام. ولذلك انا بقول لا، ما فيش ايه ولا ايه في القران تتعارض مع ايه اخرى، الا يمكن فك التعارض بينهما عن طريق الكل والجزء، عن طريق الكم والكيف، عن طريق الحد الادنى والحد الاقصى، عن طريق الجواز والوجوب، يعني كان واجبا ثم أصار جائزا، فجائزا دي معناه أنك تعملها برضو، ما فيش مانع. مزبوط. وهكذا، أدي دي اللي أنا عايز أضيفها في هذا السياق. نعم. طيب مين يا مولانا اللي يقول أو له حق أنه يقول أن في هنا نسخ حدث سواء في السنة أو في القرآن؟ احنا يعني وصلنا مع فضلتك أن ما فيش نسخ في القرآن بالمعنى ده، بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة، لكن بمعنى التخصيص في نسخ في القرآن، وده احنا عرفنا انه ازاي. الآية اللي بتقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالوصية هنا التي للوالدين والأقربين دي مخصصة لانهم والدين غير مسلمين. نعم، مخصصة التخصيص وده كان النسخ في كلام السابق. طيب أذن فضلتك نستكمل أيضا في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله، لكي نستكمل هذا الموضوع. أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا مولانا، بارك الله فيكم. طيب نتحول إلى اتصالات حضرتكم. الأستاذة سميحة، تفضلي يا فندم. أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. فضيلة الشيخ سامعك يا فندم، تفضلي. من فضلك فضيلة الشيخ، أنا نتيجة جهلي بأمور الدين، وطبعا نتيجة جهل الأسرة، فأنا كنت بشتغل موظفة واتجوزت بقالي من 30 سنة، فالزوج كان بيقنعني إن هو أي مرتب ليا أو أي فلوس ليا هو المفروض ياخدها ويتصرف فيها زي ما هو عايز، فأنا كنت بعمل كده لمدة 30 سنة. وبعدين كان يعني جوزنا بنت، والبنت الثانية صغننة، فجي بعد كده بقى يطفشني أنا والبنت الصغننة، وعايز يتجوز حد تاني يعني، وبقى يضايقني، وصرت علينا أن أنا عشان بس أنفد بجلدي وكده منه، من ضرب وإهانات وتهزيق وطرد وكده. طيب. عشان أبريد أن أنا بريته بكل أي حاجة، أنا مش عايز أي حاجة خالص. ده يا ترى، وفرض عليا قبل ما يحصل الانفصال ان هو يدفع مبلغ قليل جدا لنفقه البنت، وانا وافقت عشان خاطر انفذ بجلدي انا والبنت، فهل ده يا ترى مش ظلم ليا، والفلوس دي هو حلال لي المرتب 30 سنه اللي فاتت دول؟ حضرتك كنت بتديله المرتب 30 سنه؟ والله والله. حاضر حاضر، ربنا يعينك. استاذه حنان اتفضلي يا فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا استاذ عمرو، اهلا بسيادتك، انا بحييكوا على البرنامج الجميل ده بجد. الله يبارك في حضرتك يا فندم. الله يخليك. انا بس كان عندي سؤال لمولانا، كنت عايزه اساله. انا كان عملت غلطه كده في رمضان، فصيام رمضان الايام اللي كانت عليا ما كنتش بصوم. فلما جيت دلوقتي يعني يحسب 18 سنه، فطبعا لما جيت حسبت الايام في 18 سنه لقيتها كتير جدا، فهل ممكن ان انا مثلا اطلع فلوس او كده عن الايام دي، ولا لازم تصوم؟ حاضر يا فندم. حاضر، شكرا. الاستاذه سلوى اتفضلي يا فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييكم فعلا بنفس البرنامج العظيم ده.
الله يحفظك. الله يخليك. دلوقتي اسال الدكتور العظيم الدكتور علي جمعه في موضوع الندر. دلوقتي انا كنت ندرت شهر بجانب شهر رمضان، والحمد لله ربنا يعني قويني اللي انا اقدر اصومه على طول الى الممات يعني. ايوه ان شاء الله. في حاجه، هل ممكن اربط النيه بالعشر الاوائل من ذي الحجه او السته من شوال اللي احنا صمناهم بنيه واحده، بنيه الندر اللي انا ندرته؟ حاضر. مع سته من شوال ومع العشر الاوائل من ذي الحجه ان شاء الله باذن الله. حاضر. ده سؤال، معلش ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي يا فندم. الله يكرمك. في سوره مريم يعني في ايه كده بتقول ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى، حاجه زي كده. الايه الكريمه دي معناتها ايه؟ حاضر. والوساوس اللي بتيجي للبني ادم اللي هو هيموت ليه تاكل ليه تشرب، لا انت هتموت دلوقتي، لا الكلام أي. الكلام ده كله. معلش انا طولت عليك. لا اطلاقا، تحت امر حضرتك يا مدام ساره، تحت امرك يا فندم. يكرمك. الامر كله لله. الله يحفظك. لا طبعا. فهو الوساوس والشياطين والكلام ده كله معناتها. حاضر. ربنا يكرمك. شاكره جدا. حاضر. حاضر يا فندم. الأستاذة سميحة مولانا كانت بتقول طب هي موظفة وجوزها ظلمها 30 سنة وكان بياخد فلوسها ويبريها وتسيب له مرتب نفقة البنت. هي بتسأل وده مش ظلمني؟ أيوه ظلمك. طيب وإيه موقفه أمام الله؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. نوح عليه السلام لخص الحكاية وقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ثم إن هو عضلها وفضل يزهق فيها لغايه ما تنزلت له عن الـ 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 الامر كله. أيوه. وكمان رضيت بالنفقه القليله، كل ده ظلمات وظلم هيحاسب عليه يوم القيامه. واحنا بنقول له، بنوجه اليه، بنقول له اتقي الله في نفسك وبلاش كده، وكن انت يعني ولا تنسوا الفضل بينكم. الاخت حنان بتقول 18 سنه ما قضتش اللي عليها في الماضي، اللي عليها يعني 5 أيام مثلا في الشهر، في 18 يبقوا ب90، ده على طول دي تخلصهم في سنة. فيعني هي مستكترة ال90، تصوم الاثنين والخميس، احنا عندنا 52 أسبوع، لو صامت الاثنين والخميس فقط والناس متعودة تصوم الاثنين والخميس يبقى صامت 100 يوم، وهي عليها 90 بس مثلا يعني بالزبط. وهكذا، حتى لو كانت افترض شهور بحالها للحمل او الولاده او الرضاع او شيء من هذا القبيل، تعمل كده على سنتين وهكذا. صحيح. طب ما قدرتش وصحتها ما هياش مسامحاها وحاجه زي كده، يبقى تطلع عن كل يوم من الايام دي 10 جنيه. طيب الست سلوى بتقول انه هل ممكن، وانا بقول يا رب انا هصوم 30 يوم ان اخلي منهم الستة بتوع شوال وان انا اخلي منهم التسعة بتوع ذي الحجة وكده؟ يجوز انك تعملي كده ويبقى ده جزء من الندر اللي عليك. وبتقول ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. ايوه دي كانت الشياطين محيطة به فمنعه من الهداية، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فهو الشياطين مشوشاه بس وخلاص. بارك الله فيكم مولانا، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا موصول لحضرتك، معكم غدا ان شاء الله، الى اللقاء.